كما جابش يعرفوني والله غير شيء اروح لك تهدر اروح انت ما يعرفوكش يروح شوف شي يديروا لك نعرفكم نعرفكم يا حبيبي عمتني كلا يما ها والله غير قعدوك انا يقعدوك المغاربه هنا اروح انت يا اروح هم بيهم هات ما نكذبوش على روحتينا خالتي انا نحكي الحق انا نجي على كلام الحق اخوتي اسبانيا حق من المغاربه ما نكذبوش على روحي انا نكذب على روحي دوك انا ولا تكذب على التيك توك اصدقائي الاعزاء السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد كنتمنى باش تكونوا بخير. هذا هو الجزائري اللي دار لايف على التيك توك وخرج بدا كيسب المغاربه وجاب عنده واحد جزائري اخر قال له الا سبيتي المغاربه غادي نعطيك 100 اورو. نهضر سيدي بدا كيسب المغاربه كانوا شي مغاربه كيتفرجوا على المباشر هودو عطاوه سلخه عطاوه السلخه ديال العصا اصدقائي الاعزاء وكلشي راكم شفتوا الفيديو وخرج عاوتاني كيبكي كيف الوليه وكيعتذر للمغاربه وكيقول لهم انا حقا راني غير مدفوع وانا المغاربه خوتنا والمغاربه عزاز علينا. نوضوا جاو شي جزائريين اخرين عاوتاني ولاو كيتهجموا عليه وكيقولوا له بانك انت ماشي راجل ورينا لادريس والبلاصه فين كاينه ونجيو ندافعوا عليك. ودابا هذا هو الفيديو اللي خرج به مؤخرا وكيقول لهم بان المغاربه راهم رجال والمغاربه ما غاديش تقدروا عليهم وانا راه غير كانوا كيعرفوني على داك الشيء ما عطاونيش الدق بزاف تعاملوا معايا حتى في الدق ما عطاونيش شي حاجه بزاف ولكن الا جيتو نتوما راه يقدروا يحيدوا لكم حتى القلب ديالكم راه المغاربه هما اللي حاكمين اسبانيا. والله هو حاجه ما ديروها والله حاجه ما ديروها انا ماشي علي متوقف انا مش عمي عبد القادر هنا مانيش في الحرب تاع حرب واش مع بعض في الكيره فهمت انا وحدي جات الجزائر جزائري جا في برشلونه قلت الكلام هذاك وغلطت من حقهم جاوا لعندي بدا منا داروا لي فيديو من حقهم وناس نعرفهم والناس يعرفوني يا والله العظيم كنت جيت في بلاصتي هذيك الهضره اللي كان قلتها اقسم بالله العلي العظيم اقسم بالله العلي العظيم تعالى شوف القلب ديالك ينحيهولك ويغلقوك يغلقوه يغلقوه تعيش بلا قلب تعيش بلا قلب يا مزيه جاوا يعرفوني كما جاوا يعرفوني والله غير شيء اروح لك تهدر اروح انت ما يعرفوكش يروح شوف شي يديروا لك نعرفكم نعرفكم يا حبيبي عمتني كلا يما ها والله غير قعدوك انا يقعدوك المغاربه هنا اروح انت يا اروح هم بيهم هات ما نكذبوش على روحتينا خالتي انا نحكي الحق انا نجي على كلام الحق اخوتي اسبانيا حق من المغاربه ما نكذبوش على روحي انا نكذب على روحي دوك انا ولا تكذب على التيك توك انا ما تكذبش عليا يا خويا انا ضارب 20 سنه غربان انا عرفت منيك مليح فهمت اروح انت لاسبانيا وقول قول انا هو جزائري ورا لي حقر حميمي ولي شكون اللي دار له فيديو الكواسر يلا بينا اجلده 100 جلده يا بلال اجلده 100 جلده اروح اروح وجلده 100 جلده واروح يا والله يجلدوك 200 جلده والله غير جلدوك 200 جلده والطياره اللي جابتك صباح تديك عشيه ويديروا لك 40 فيديو ماشي حتى فيديو واحد فهمت تي 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 فيكم غير هو هو مشروب قليل هو 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 يعرفكم تلمحوا كثر مصطفى ماريكانو اللي عندي كيف ما سمعتوا خوتي العزاز كيعتذر وكيقول بان المغاربه ما غاديش يقدر عليهم حتى شي واحد لانهم هما اللي حاكمين اسبانيا وكيتحدى حتى هذوك الجزائريين اللي قالوا انه ورينا البلاصه نجيو نتقرفسوا عليهم ما غاديش نخلي لهم هذا كنطلب من الجزائري وكنقول ليه مره اخرى ما تبقاش كتسب المغاربه لان المغاربه بزاف عليك. اصدقائي العزاز غادي نمشيو نشوفوا دابا واحد الليبي على واحد المباشر على التيك توك اللي كيفضح الجزائر وكيفضح الذباب الالكتروني اللي كيدخل على مواقع التواصل الاجتماعي وكيدخلوا في اللايفات نتاع التيك توك وكيبداو كيقولوا باننا حنا رحنا درنا الخير في الليبيين ومشينا عاوناهم. الاخوه الجزائريين بصفه عامه كل بث يدخلوا فيه يجيبوا سيره التبرعات لليبيا، يا اخي دلتونا بالتبرعات، شنو التبرعات؟ تبرعات الجزائر لليبيا عباره عن طوافتين او ما يعرف بالمروحيات، زوز طائرات فقط، وليبيا عندها منها 12 طائره، تمام؟ اول مساعدات دخلت لنا هي من تونس الحبيبة الغالية قوافل وجنود واستشهدوا ثلاثة أبناء من أبناء تونس استشهدوا على أرضنا وعائلة تونسية عزوهم ونسأل الله أن يغفر لهم. لم أجد تونسي واحد يمنن علينا أو يدلنا بالمساعدات متاعتهم، بالعكس دخلت عم توانسة حبيت نشكرهم قالوا لي عيب تشكرنا نحن دولة واحدة لم أجد أي تونسي أو تونسية يمن علينا. يا أخي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والسلوى كل بث وكذلك بالمن والأذى
والمقصود واحد أخي سعد، أخي أسعد. نعم. تمام. الشيء الثاني، المصريين كذلك يعني قدموا لنا مساعدات ولم يخرجوا علينا، رغم أنهم شبيحة إعلام عمر موسى وأحمد موسى وعمر أديب، لم يخرجوا بصراحة. يعني كنت أتوقع أنهم هم سيدلون بالمساعدات، لكن لم نرهم، لم نرى إلا الجزائريين في إعلامهم الموجه وكذلك في صفحات التيك توك وكل الصفحات الأخرى السوشيال ميديا. دلونا دل، نحن قدمنا لكم، نحن خاوة خاوة، ويدخلوا ويتدخلون في البثوث الليبية ويسببون فتنة بين ليبيا وتونس. الجزائريين أقول صراحة بدون أي تزييف، يدخلون اللايفات الليبية ويسببون فتنة بين ليبيا وتونس في هذه الأوقات الحرجة. خاوة خاوة، نحن القوة العظمى، نحن القوة الضاربة، ونحن ما نحمي شمال أفريقيا. كلمات مهترئة مقرفة، قومجيين متخلفين. أقول صراحة يعني أتمنى أنكم يا أخوتنا في الجزائر تأخذوهم الطائرتين اللي دليت أمنا بهن، زوز طائرات هم. يا ما تقول والله العظيم، أنا بصراحة يعني أحيي ملك المغرب وبنات وشباب المملكة المغربية العظيمة أنهم رفضوا يستقبلوا أي شيء من المغرب، من الجزائر. أنا متأكد لو أن المغاربة يعني انكسروا وقبلوا حتى صندوق واحد تبرعات، أقسم بالله التطبيل والعرس الجزائري سيستمر 30 سنة ويذلهم ذل بهذا الصندوق. كفاكم يا أخي، خلاص الطائرات هذه كيف صار؟ مع أنا أتوقع أن أحمد موسى عمر أديب سيدلونا. بالعكس، المصريين طلعوا راقيين بصراحة. إخوتنا التوانسة لست مستغرب من العقل التونسي، الأمة المغربية الصغيرة هذه، تونس الحبيبة. لكن الجزائريين زوز طوافات، أكلتك بودنا بهن، دعمناكم أمة، عمي تبون. والله يعني للأسف، وأشكر ألف شكر للمملكة المغربية الحبيبة، ملكا وشعبها العظيم الراقي، الذين رفضوا يستقبلوا حتى فردة خبزة من هذا النظام الهمج المتخلف. وفي الختام أقول شتان بين تربية الملوك وبين تربية زريبة ثقة إلى زنس. كيف ما سمعتوا هذا الأخ من ليبيا كيهضر على التيك توك وكيقول بأن الجزائريين داروا لنا الشوهة بهذه المساعدات اللي مشاو داروا تما في ليبيا، وكيدخلوا لمواقع التواصل الاجتماعي وكيدخلوا على التيك توك وكيقولوا بأننا حنا عاودنا الليبيين وحنا درنا لهم، وحنايا كما كانتش الجزائر ما غاديش توصلهم المساعدات من أي دولة. صراحة هذا الليبي هذا اللي عجبني هذا في هذا الجزائريين، وكيزيد كيشكر الملك محمد السادس نصره الله. قائل أزاز، غادي نخليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. كنتمنى باش تفعلوا مع هذا الفيديو بشكل كبير وتعطيونا الاراء ديالكم في قناة التعليقات. الناس اللي باقا ما شاركتش معنا، مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا جرس باش توصلوا بالجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناة المتواضعة. غادي نخليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. مع السلامة.